انت مرفوض من 3 جامعات حكومية بسبب سلوكك السيء. يا راجل انا ما عنديش التسيب اللي موجود في الجامعات الحكومية. انا عندي انضباط، عندي التزام، مستوى تعليمي رفيع. ما عندكش تلاصة يا فندم. اخلص ملعون ابو مجانين في التعليم اللي بوظتكم. يا فندم انا كنت عايز اقول لحضرتك. مش ما تقولش اي حاجة، الاولاد بتيجي عندي هنا عشان تتربى وتتعلم. انا فاهم يا فندم. ما انتش فاهم حاجة ابدا. اتفضل يلا على المدرجة. فاهم؟ فاهم يا فندم. وان شاء الله ان شاء الله هكون عند زمن حصن حضرتك. ايه بخ طز حضرتك. ايه المدرج منين يا فندم؟ هنا اهو. شكرا. هنتكلم في المحاضرة النهاردة عن خصائص الموارد الاقتصادية. اولا بعد اذنك يا دكتور، انا ما حدش يخش لي المحاضرة متأخر بعدية. اتفضل برا. اذنك يا دكتور. اتفضل برا. اولا الندرة النسبية، وهنتكلم عن الندرة النسبية. زي ما حضراتكم شايفين الندرة النسبية. ايه ده؟ انت يا اخينا انت داخل زريبة لا خيالك. قم فز وانت بتكلمني. اسمك يالا؟ بسيون. نعم بسيون يا عبد السلام بسيون. ايه حد عنده اعتراض على الاسم؟ انت جيت لنا من انهي مصيبة؟ من 3 يا فندم. نعم يا اخويا. قصدي 3 مصايب يا فندم، جامعة القاهرة، جامعة اسكندرية، وجامعة جنوب الوادي. ما شاء الله اترفدت من 3 جامعات، دي حاجة تشرف والله. واترفدت ليه من 3 جامعات؟ والله في جامعة القاهرة تقدر تقول ضربت دكتور ضايقني، في جامعة اسكندرية ضربت دكتور سألني اترفدت ليه من جامعة القاهرة. كل اللي اقدر اقوله لك انك مش متربي. او ده بقى نفس اللي قاله الدكتور بتاع جامعة جنوب الوادي قبل ما كسر له صف اسنانه التحتاني يا باشا. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا مايا. دي إنجي برنسيس الجامعة. يستحسن تبعد عنها أصلها متشفرة. نعم أيوة، والجامعة بتاعتها مع طريق مانشستر. أصلنا فتانة أنيسة إنجي. لا مؤاخذة هنعطلك عن قراية المجلة. لا لا أبدا يا دكتور، تحت أمرك. إحنا كنا بنتكلم في إيه دلوقتي؟ في المحاضرة. ما أنا عارف الموارد الاقتصادية وعلاقتها بإيه؟ علاقتها بلون الشعر؟ برافو برافو، المحاضرة جاية تيجوا ومعاكوا الصبغة. انت واخداني على فين؟ هعزمك على حاجه في الكافيتيريا. دي بقى المكتبه طبعا ما بندخلهاش خالص. ومين دي؟ دي جميله البنت بتاعت النظافه. ازيك يا جميله؟ دي عامله فيها المترشه. ايه توحى الكلام على ايه؟ يا بطة مش قلنا كل الكلام ده في الهيش وبنلخص في الاخر؟ ولا قشطة صبح 3 2 في 3. ايه رأيك في النظام بتاع امبارح؟ وحياة ابوك ما تفكرنيش، دي شقة زبالة ونسوانها كلها عايزة الحرق. ليه نوفل قاريني غلط؟ ده انا بحبك يا عم. قاريك غلط ليه؟ انت الماني. سعادتك طلبت امبارح تروح شقة فيها نسوان بلدي. انت هتسيح لي حتة زبدة. ايه الماسك الجديد اللي داخل علينا ده؟ ما ينفعش، انت ضيفنا النهارده وانا نازل. عيل جديد اسمه بسيوني حاجه كده. بسيوني؟ بسيوني حاجه كده بسيوني. يبقى انت جبت اسمه الثلاثي وحبيته، وان شاء الله هيتحط في الموسوعه بتاعه طارق كابو. اوعدك الدنيا حلوه. تعالى نلعب كوتشينه على المشاريب. لا اعتبر نفسك كسبت، هروح اجيب انا المشاريب. يا في ايه؟ ولد صحيح يا ربنا. يا صباح اللي بتغني سندوتشين ودينا حاجه ساقعه. لا 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 لا.
حبيبتي دايما البدايه عندي. بالهنا والشفتاشي. اقول لك حاجه؟ مش متفائل. اهدى انت بس. مش تحاسب؟ انا برضو اللي حاسب؟ لا انا. لا انا بوتاجاز معدي. ما تهدي، في ايه؟ انا بحذرك. طب وحياه ابوك بلاش الصباع ده. هتندم. بنفس الصباع؟ بنفس الصباع؟ ما تهدي، تحترف في دماغك من الصبح. يلا كده احلى. الله 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 سخنه. الله الله الله. ايه يا عم مش تحاسب؟ برتقان ومانجا وخيار. بس انت اكيد ما تقصدش. وعامل لي فيها برم. في برم يقع الواقعه دي. والنبي يا اخويا وحد ابوك ما تبقاش تلمس الحاجه اللي مش بتاعتك. اه انت تقصد القصه يعني؟ انا كنت بعدلها لها عشان وشها ما كانش باين، وبعدين شايفك متنرفز قوي. يا عم دي قصه. قصه. بسيوني. نعم. قول لي انت وراك ايه بالليل النهارده؟ لا والله ما ورايش حاجه. طيب اصل انا كنت عامله حفله في البيت عندي ويا ريت يعني تيجي. لا والله مش عارف، احتمال يبقى عندي مليون حفله. طيب عموما يعني لو خلصت وعرفت تيجي يبقى تعالى. مش هاجي. هتيجي. مش هاجي، انا حر. بسيوني مستنياك. شلتنا التوب، شباب بيحبوا نمبر وان، عايشين كده لينا ستايلات، كل حياتنا يا حب يا فن. لا تغيرنا ولا تأمرجنا، ومحدش في الدنيا شركنا، والأصلنا دايما وسبنا ده الكب، وهو اللي حبيبنا وصاحبنا وفي قلوبنا الغالي. انا مبسوطه قوي ان انت جيت. ما انا ما اقدرش افوت اي حفله، انت عارفاني. طب تحب بقى اقول لك يا بيسو ولا يا كابو؟ بيسو. لا كابو احلى. ماشي يا كابو. بقول لك ايه، تيجي نرقص؟ ها؟ يلا نرقص. معلش اذا كنت غلست عليك الصبح، بس الصراحه انا كنت قاصد. عادي انا متعوده على كده. حلو اللي انت عاملاه في شعرك ده والالوان، بس مش غريب شويه؟ عجبك النيو لوك اللي انا عاملاه؟ الايه؟ النيو لوك. بص انا عاملاه مخصوص عشان الحفله. والله كلفتي روحك، بس الصراحه الصرف باين. وانت مين بيعمل لك النيو لوك؟ ها؟
الشعر الستايل. اه صبحي. مين؟ الحلاق بتاعي، بروح له كل يوم جمعه بعد الصلاه، شعر دق فوطه سخنه بيظبطني. You are so sweet يا بسيوني. حلوة قوي الحفلة بتاعتكم دي، يعني انتوا كل يوم كده؟ على طول، احنا كل يوم حفلة عند واحد من الشلة. على فكرة طارق شكله زعلان من اللي حصل النهاردة. سيبك منه، هو على طول كده عامل فيها زعلان. لا يعني انا خايف اكون انا السبب في الزعل بينكم. زعل بينا ليه يعني؟ ايه اللي ليه؟ هو انتوا مش مرتبطين؟ لا طبعا مش مرتبطين، طارق ده ما بيرتبطش بحد، طارق عايز كل حاجة تبقى بتاعته وبس. بيني وبينك مامته مربيه على كده. شوفي وانا اللي كنت فاكر يعني ان انتوا الاثنين. لا مفيش ولا اي حاجه اصلا. اصلا اصلا انجي يعني مفيش حاجه خالص خالص. بقول لك ايه بس يوني، ما تيجي افرجك على الفيلا بتاعتنا. طب ما تستني بعد البوفيه. ايه خلاص قبل. اتفضلي. هاي مامي. هاي انجي. مساء الخير يا فندم. ماما انزمها. لا عادي لازم تبقى عادي طبعا. شوف العيال ومقاييساتهم واخدين راحتهم على الاخر ولا كأننا هنا. حبيبي ايه يا عم؟ مالك زعلان من ايه؟ من قلة يعني البنات في الجامعة؟ يا سيدي لو بيغرك الرفع تقسمني اتنين. يا ماما قال لك 100 مرة انت زي اختي. يوه. ايه يا عم طارق؟ ما بتضحك معاك؟ وبعدين ايه يعني لما الراجل طحنك؟ انت هتستهبل؟ اوعى يغرك زي ما يغر انجي. لولا السجارتين اللي ضربهم كنت طحنته. يا سيدي ولا يهمك. انا معتبرك طحنته. اوه. لسه معاك طابع؟ معايا بس انت افورت النهارده كبو. يا بقى فيها كبو. اخلص. هات ايه من خد. اخرج بقى انتوا مغرورين في الواد ده. وانا هوريكم. الله معاك. ماشي يا حلو. اقول لك حاجه؟ ايه؟ انا مش متفائل. ودي بقى يا سيدي اوضتي. ايه رايك بقى في بيتنا؟ دي صورتي وانا عندي 3 سنين، ودي وانا عندي 5. مين دي؟ دي معرفهاش. تعالى افرجك على بقية الصور. ده باباك يا؟ دي لما كنا في امريكا. ودي مامتك عادي؟ بس دي لما كنا في فرنسا. قولي لي انجي انتي بتجيبي حاجتك منين يعني؟ حاجات ايه؟ حاجات دماغ طوابع. لا الحاجات دي احنا ما بنجيبهاش، هي اللي بتيجي لحد عندنا. ما شاء الله يا هاني، قلبتي البيت كباريه. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ مش تبقى تتصل قبل ما تيجي؟ اتصل عشان اجي بيتي. خلاص بقيت انا الضيف واصحابك هم اصحاب البيت. فين انجي عشان تسمع الكلام ده؟ دقيقه واحده يا عم. على فكره حضرتك عندك حق، بس دي غلطتك من الاول. مش معنى انك منفصل عن طنط تسيب الحياه بايظه قوي كده. ها انجي واخده راحتها على الاخر وانا مش شايف فيه اي حزمه. واضح من الصور دي ان باباك بيحبك قوي يا انجي. ايه ده حلقي وقع؟ وريني كده بس يوني. ممكن تركبهولي؟ انا الصراحه اصلي يعني اول مره اشوف حلقان بتركب في الحواجب. ده الستايل. هاتي حاجبك كده. ركبه بس يا بسيوني. الله يعين. ايه اللي بيحصل ده؟ بابا. ها؟ ابن حلال، لسه حالا كنا جايبين في سيرتك. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مين الحيوان ده؟ شفت؟ اهو ده اللي انا كنت عامل حسابه، ان حضرتك تفهمني غلط، حضرتك انا كنت بركب لها الحلق حواجبها. بابا من فضلك مفيش حاجة حصلت تستاهل ده. اسكت انت يا انجي، اسكت انت مالكيش دخل، الندم ده هو اللي غواكي ولو شرفي. والله ما في نقطة مية ترتشت على شرف سعادتك، أنا لسه عارفها النهاردة الصبح يعني ما حصلش حاجة. وأنا هستنى لما يحصل. أيوة. تعالى هنا. إيه اللي دخلك أوضة بنتي يا حيوان يا واطي يا حطير؟ وسافل كمان عذرك. انا غلطتي ان انا سالتها واحنا طالعين، يعني ماما نظامها ايه؟ قالت لي عادي. ماما عادي طبعا عادي،
ما هو الحق مش عليكي، الحق على اللي ربيتك ربايا سبور. اتفضلي يا هانم، شوفي التربيه السبور اللي ربيتيها لبنتك. كفايه بقى فضايح، مش ممكن. ايه التخلف اللي انت فيه ده؟ تخلف ومع صاحبها ليه ان شاء الله عايشين في امريكا؟ على فكره واضح ان هما مش متفاهمين خالص يا انش. ايه يا بابا؟ بس هو زميلي في الجامعه عزمته على الحفله فيها ايه دي؟ اتفضلي يا هانم، بقى دي اشكال تصاحب بنتك؟ وانا بعرف قصادك، ما انا واقف اهو. احنا اللي اشكال برضو. نسيت ام ميمي؟ ام ميمي؟ مين ام ميمي دي؟ دي الخدامة بتاعتنا. خدامة؟ ده انت طلعت لازم تهدلها فيه لو عملت. خش علينا ام ميمي، ده انا كويس اني عايش معاكي. ده انتي ما تفعيش. انت بتقولوا بقولك ايه؟ انا هجيب لكم ظابط. سيبك عايشتك عايشتك مني يا شيخة. ارحموني بقى، فضحتوني قدام زمايلي. انتوا مش هتبطلوا بقى ليه كده؟ يا فندم يا محترم، انت معرفتش تربي ابنك. الحقيقه يا فندم، ابنك من لحظه دخوله الجامعه وهو مثير للمشاكل. ولما انتوا مش عارفين تربوه بتعلموه ليه؟ بنعلمه من باب الاحتياط. ايه اللي تعلموه ليه؟ وانت اخرس انت عملت ايه؟ يا فندم احنا مش عايزين نكبر الموضوع قوي، ويا ريتني فاهم بهدوء. تاني هتقول لي هدوء؟ يبقى شوف ابنك اللي ما ترباش. يا فندم انت عصبي ليه؟ اللي انكسر يتصلح. هو ايه اللي انكسر يا بني ادم انت؟ انا بنتي اشرف مش شرف. اما الفلق دماغنا ليه من الصبح وقرفنا يا عم انت؟ ما انت سكت له من الصبح. الظاهر ان الكلام الودي مش هيجيب معاكم نتيجه. انا رايح الاسم وهعمل مذكره عزب تعرض. اسم؟ راح تعمل ايه في الاسم يا هندسه؟ حد يفضح بنته وسط الصلاه والمخبرين؟ انا مناش رايح الاسم، انا رايح لوزير الداخليه. استنى استنى، سمعت رايح لمين؟ اهدى سعادتك، اهدى اهدى ارجوك. انا مستعد امضي لك تعهد على نفسي ان الولد ده مش هيتعرض لبنتك ابدا. اتفضل. لا اتفضل اتفضل يا فندم. تقول دخلت اوضتها؟ انا كنت بفكر زي حضرتك في الاول يا فندم، لحد ما عرفت البنت على حقيقتها. دي طلعت بنت طيبه وغلبانه يا حبيبي، ما تقول لي ان قلبها قلب خصايه. عرفت منين يا فندم؟ بتقول ايه انت يا فندم؟ دي بنت ضحيه. تخيل ابوها بيكون امها مع موميمي. مين؟ موميمي. ياكش تولع هي وموميمي في لحظه واحده. ده ابوها راجل غبي، طلعت ربعه لسان ولسان زفر كمان. شفت؟ ما قدرتش حضرتك تستحمله ربع ساعة. تعمل ايه البنت بقى اللي عايشة معاني؟ ضحية. بلاش كلام فارغ. انت راجعتش وراي ليه؟ انا وراك. ايه؟ انا وراك يا فندم. انت نسيت انت جاي هنا ليه؟ يا فندم انا كنت هعرف خلاص بيجيب الطوابع دي منين. ليه ابوها دخل؟ احمد ربنا ان الراجل دخل في الوقت المناسب، بدل ما كانت تعمل لك قضيه اثبات نسب. نسب؟ هاي بيسو. يلا يا وطي يا دوقتو. ايه ده؟ ايه دول؟ ايه دول؟ دول زمايلي. زمايلي يا فندم. نسب ايه بس يا فندم؟ احنا ما فيش بينا الا كل خير. ركز في شغلك، الراجل كان رايح يقابل وزير الداخليه. فاهم؟ فاهم فاهم يا فندم. النهارده العيال هيتجمعوا فقر ويضربوا فيه مقدرات. انا عندي احساس ان النهارده همسك خيط مهم في القضيه يا فندم. ياك تتكعبل فيه وتتكسر رقبتك. ما ده بقى خاله. انا مش خالك يا اخي. ايوه صح، انت قريب اختي، انا قريب اختك، قريبك انت قريب. امشي امشي، ده هيشلني يا خال. بس من فضلك. دخل واحد صاحبي جوه. طب ايه باب المحفظه يا واد؟ ما بشيلش محافظ. طب ايه العجاز من الساعه القبايل؟ او كمان عليكم عاملين دماغ وسخه، بس سمعت سوق فيها ياض. انت بتكلم ظابط؟ بقول لك ايه، انا بقى وزير الداخليه. تبان عليك هتبوظ الدماغ اللي احنا عاملينها. اقلب إيه المحفظه لحسن غزك. ايه ده؟ انت معاه معاه ماتو بجد؟ ايه كمان ده ظابط بجد؟ يالا الله ينور يا سعادة الباشا.
أنا هعترف لك يا باشا، اتفضل. أدي المخدرات اللي كنت بحطها في دواليب العيال، هي دي الحاجات اللي كنت بسرقها منها. مبادئ إدارة أعمال، مقدمة في علم الإحصاء. إيه يا بنت، ده حرانية مثقفة؟ فين المخدرات؟ برضو يا باشا كتر خيرك، أنا كنت بذاكر فيهم. بذاكر فيهم؟ نبي أنت شكلك لبط وهتتعبيني معاكي أوي. طب عشان تصدق، ادي الكارنيه بتاعي، انا في كليه تجاره. الكارنيه ده مضروب. الله يسامحك يا باشا، انا بشتمك باهلك. بقولك الكارنيه مضروب، مالك؟ حضرتك عارف ان اقل كتاب من دول يجيب 50-60 جنيه، وانا هجيب منين يعني؟ بقولك ايه، انت تعالي تقولي لامي تعبانه وبجري على اخواتي، ما تجيبي من الاخر يا بت. يا باشا كل الحكايه ان انا بنت عندها طموح وبجري على اخواتي، تفتكر لازم تقبض عليا عشان عندي طموح يا باشا؟ طيب خلاص خلاص يا باشا، والله العظيم انا ما اقدر اجيب سيره لحد، انا مش قد حضرتك. بص يا باشا، انا هساعدك بس مش عشان خايفه منك ولا عشان عايزه منك حاجه، انا هساعدك لان ده الصح. العيال ولاد الاغنياء دول اصلهم مش مقدرين النعمه اللي هم فيها، اللي غيرهم بيحلم بربعها. انت في حد شو يقع عليكوا يا بت؟ اكلمها على الجامعه والمخدرات اللي فيها، تقول لي محاضره في الحقد الطبقي. بقول لك يا بت، انا مش عايز لماضه، من بكره تفتحي عينيكي في الجامعه، دبه النمله توصلني. ربنا يسهل يا باشا. خد يا بت، تعالي هنا، معاك فلوس؟ مستوره والحمد لله. طب هاتي 10 جنيه. بهزر معاك، خدي دول. برضو حضرتك مصمم تضايقني؟ استني هنا. ايه ده طابع، حطه هنا واربط دي. انا اصلي جاي مش عايز طابع، ولع جوينت، سيبك من ده. انت ماشي بدولاب مخدرات، يبقى انت لسه زعلان من اللي عمله ابويا. ده انا اللي قلقت عليه. قلقت عليا انا ليه؟ يعني الموقف قدام الناس وابوك وامك يعني.